السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم ديري ارت. جيناكم اليوم في الفيديو الثالث التكميلي لطريقة صنع الساعة. اليوم ان شاء الله راح نخدمو ثلاث قطع، القطعة جي كما راكم تشوفو فيها، والقطعة اي، والقطعة تريونغ دو سيبور. هذا التريونغ هو سقف الساعة كامل. وان شاء الله يعجبكم الفيديو. كما دائما خاوتي نذكركم باللي لازم اللام تاعنا يكون بيان سيري، يكون طوندي مليح، يكون مريقلي صافي من الفوق كما يكون من تحت كما راكم تشوفوا فيه في الفيديو توا معنا. هنا في الزاوية 45 هذه كاين شحال من طريقة، انا اخترت لكم الطريقة السهلة. في الفيديوهات القادمة ان شاء الله نوريكم الطرق الكاملة. باش تفيريفي بلي النوم تاعك راهو طوندي مليح لازم تسمع هاد النوم تبع معنا، هكذا باش تعرف بلي النوم تاعك راهو طوندي مليح.
درك بعد ما كملنا تفريغ الجزء الداخلي نروحوا للجزء الخارجي. الجزء الخارجي جماعه كيما وصيتكم لازم لا فينيسيون تخرج على حسب لا لين هذه. اذا غلطت فيها ماشي راه البياسه ماهيش راح تركب لك مع البياسات الاخرين. صافي لازم تكونسونطري دري بيان. هذه ماشي كيما الداخل قادر تغلط مي تفوتها عادي ديسان. بصح البياسات هذو برانيين لازم يكونوا مقطعين سوا سوا. بعد ما كملنا من تقطيع القطعة الجي نتاعنا كما راكم تشوفوا فيها خاصها شوية بونساج بيان سير لا فينيسيون المرة الجاية ان شاء الله. دوكا نروحو للقطعة اي. بعد ما كملنا القطعة اي دوكا نروحو لأهم قطعة في الساعة تاعنا. أهم قطعة في الساعة تاعنا كامل هاد القطعة هي تريون سيبور. هاد السيبور هو اللي يحكم القرمود كما نقولو الروف هو الصح في الساعة كامل. بلا هذا السيبور الساعة متحكمش راحة. تابعو معنا. الى هنا خوتي يمكن وصلنا لنهاية الفيديو الثالث. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو ونستناونا في الفيديوهات الجايين. ما تنساوش ابوني كومنتي وديروا جيم لحبكم الفيديو. السلام عليكم.